حفل توزيع الجوائز بدبي حمل معه عدة مفاجآت، ومن بعد إثارته للجدل بعاملة من السوشيال ميديا بشكل كتير كبير. فلاحظنا التقرب المفاجئ اللي عم بيصير من طرف كل من غيث مروان وعائلة نارين بيوتي على السوشيال ميديا من بعد الحفل. فمن بعد فوز غيث مروان بالجائزة وخاص كل من نارين وأسامة مروة وانتقاد البعض لهذا الموقف، شارك غيث مروان ستوري على انستغرام علق من خلاله بي: هالجائزة اللي ربحتها كنت حابب يربحها كمان أسامة أو نارين لأنه يستاهلوها. فبعد هالستون شفنا لايكات متبادلة من طرف غيث ونارين وعائلتها. فغيث مروان حط لايك على صورة شيرين ونارين من الحفل، ونارين وشيرو حطوا لايك على صورة غيث مروان أيضا مع الجائزة من الحفل. فصيدرا أيضا أعادت الفولو لغيث مروان من جديد على انستغرام، هذا غير ظهور كل من غيث وشيرو بنفس المكان مع بعض ليلة مبارحة بدبي. فشو رأيكم بالصلح اللي صار بينهم والتقرب المفاجئ؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. واح شريك، وأخيرا لقيت شريك اللي بيساعدني تعلموا يا خسرانين ونفوز سوا على هدول الجوز العفنين يا خسرانين، وهذا خسران الثاني حتى الجكروك. يلا درب درب منيح انت حبيبي، درب منيح. واح شريك واحش شريك، واضحة انه تعليق. هلا هلا وين هلا بالفيفا بدنا فيفا؟ يلا فيفا راسه واضحة انه لك حايشتك البادل. انا اليوم فوزتك البادل يا معفن، وانت كمان درب بادل. والله ما لك فيها بشيء.